في أيام ولادة عقيلة الطالب إين وجب للصبر السيدة زينب عليها السلام، يقيم خدم الإمامين الجوادين عليهما السلام داخل الأسوار المطهرة للعتبة الكاظمية المقدسة محفلا بهيجا بحضور جمع غفير من المؤمنين الوافدين لزيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام. نحن من خلال إحياء هذه الذكرى العطرة في الحقيقة إنما نحييها، ونحن بأمس الحاجة لإحياء هذه الذكرى خصوصا في هذه الأيام التي نعيشها في ظل مقاومة الاستكبار العالمي، حيث أن جميع المقاومين اليوم يحتاجون إلى التمسك بهذه السيرة العطرة من خلال جهادها وصبرها وتعملها ووقوفها أمام الظالم من جهة، وكذلك عوائل الشهداء، أمهات الشهداء، أخوات الشهداء اليوم مجاهدين يستشهدون، يعني يستشهدون في هذه الأماكن التي تعلمونها في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في العراق. فعوائل الشهداء أيضا يحتاجون هذه السيرة العطرة والتأسي بها من أجل إحياء روح الصبر فيهم لله الحمد. فإحياء ذكرى زينب عليه السلام هي يعني مهمة جدا ولما نعيشه في هذا اليوم. وشهد هذا المحفل المبارك العديد من الفقرات، منها الإنشادية والشعرية والمسرحية سبقتها كلمة الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. أسعد الله أيامنا وأيامكم بولادة سيدتي وولاتي زينب سلام الله عليها، ونزف هذه التهاني والتبريكات إلى صاحب العصر والزمان سيدي ومولاي وإلى كل العالم الإسلامي والإنساني بهذه المناسبة العطرة. طبعا كانت هناك مشاركة لفرقة إنشاد الجوادين في هذا الحفل البهيج الذي أقيم في رواق عبد الله بن عبد المطلب في العتبة الكاظمية المقدسة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لإحياء مناسبات أهل البيت سلام الله عليهم من الأفراح والأتراح. نبارك للعالم الإسلامي وللحجة ابن الحسن سلام الله عليه ولأحرار العالم هذه الولادة العطرة، ولادة السيدة زينب عليه السلام، بدعوة كريمة من العتبة الكاظمية الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة. حضرنا مشاركين كشعراء في هذا المحفل المبارك ومهنين لزوار الإمامين الكاظمين موسى والجواد عليهم السلام. ها هم المؤمنون يملؤون الدنيا فرحا وسرورا وبهجة في أيام مولد سيدة الصبر والكبرياء التي أصبحت بتقواها وجهادها وإيمانها الكبير قدوة لجميع النساء على مر العصور. لبرنامج هنا الكاظمية علي أركان الصحافة.